لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أهلا بكم مع موعدي وتوقيتي والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي بطل مصر وبالميراس بطل البرازيل في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022. يلتقي نادي الأهلي لكرة القدم مع نادي بالميراس لكرة القدم يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022. تقام المباراة في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر، الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية، الساعة 8:30 مساء بتوقيت الإمارات، الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، الساعة 5:30 عصرا بتوقيت المغرب، في إطار مباريات نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022. القنوات الناقلة قناة SSC7HD الرياضية. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.